ما هي أهم النقاط التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في عيادة الأسنان فيما يخص مرضى السل؟ ما هي التدخلات الدوائية اللي يجب أن نكون حذرين منها؟ ما هي مخاطر معالجة مريض السل؟ ما أنواع السل المختلفة اللي ممكن نواجهها والفروق في التعامل معها؟ ما هي التظاهرات الفموية اللي ممكن تظهر عن مريض السل وقد تسترعي انتباه طبيب الأسنان للكشف عن حدوث المرض؟ مجموعة من الاعتبارات التي تتعلق بمرضى السل في محاضرة اليوم. خلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم إن شاء الله في متابعة مع الأمراض الصدرية اللي كنا بدأناها من عدة محاضرات. هأتكلم اليوم إن شاء الله عن التوبركولوسيس أو مرض السل. بدي أشير لحاجتي لدعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة. أيضا بدي أشير وسائل التواصل الاجتماعي بسرني تلقي أي استفسار أو اقتراح. طبعا مرض السل هو مرض شائع الانتشار، ربما تعرض لمرحلة من الانخفاض في معدلات الإصابة بسبب التوعية وبسبب اللقاحات، لكن لم يلبث بعد ذلك أن عاد بقوة، خصوصا مع ارتفاع الإصابة بالإيدز وأيضا إهمال مراقبة البرامج الدوائية وظهور أيضا بعض المقاومة لبعض الأدوية التي تستخدم لمعالجة هؤلاء المرضى. طبعا المرض يتسبب أو ينتج عن عصية كوخ أو العصيات السلية وينتشر عن طريق الهواء والاستنشاق. هناك إحصائية الحقيقة خطيرة تقول بأن ثلث سكان العالم مصاب بالمرض، وأن حوالي 16 مليون مصاب بالسل في الأكتيف توبركولوسيس. وإذا بدنا نحكي كبكتيريا على سطح الأرض، ممكن اعتبار عصية كوخ هي أكثر عامل ممرض يسبب الموت كعامل مستقل لوحده مسبب الموت في العالم. بالنسبة لأسباب السل، طبعا مثل ما أن عصاية كوخ هي المسؤول عن الإصابة بالمرض، الانتقال بيتم إما عن طريق السعال بشكل أساسي، ممكن أيضا عن طريق التكلم والعطاس. هناك أيضا نوع من أنواع العصيات السلية اللي ممكن ينتقل عن طريق شرب الحليب الغير مبستر، وهو طريق غير شائع لكن هو نمط من أنماط السل اللي ممكن أيضا تنتقل عن طريقه. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية للمرض، طبعا المرض بيصطفي بشكل أساسي الرئة، لأنه جراثيم بنفسها جراثيم السلية أو عصيات كوخ هي جراثيم هوائية، بالتالي طبيعي أن تختار المنطقة اللي فيها تهوية بشكل أكبر. لكن قد يصيب السل أي عضو من أعضاء الجسم، مثل ما قلنا مجرد دخوله للجسم الماكروفاج بتقوم بعملية البلع لإله، وبالتالي بعد هيك بيحصل رد فعل داخلها بيؤدي لأنه يحصل إنفكشن بينتشر للعقد اللمفية المجاورة، وممكن أيضا انتقاله عن طريق الدم في حال أنه ما تم السيطرة عليه بهذه المرحلة، ممكن أنه فيما بعد مناعة المريض تتكفل بالقضاء عليه. لكن لما يسيطر الجسم على المرض لا يتم التخلص من الجرثوم بشكل كامل، لا، بتحصل بؤرة، الجسم بيعمل نوع من التكلس حول البؤرة الممرضة هي. هذا ما ندعوه بالفرط الحساسية الآجلة من النمط 4، بتكون متواسطة بالنوع اللمفاويات CD4، وهذا ما يدعى بالسل الأولي. طبعا هون ما بيكون في عندي أعراض وما بيكون حتى المريض معدي، لكن لو عملنا أشعة بيبين المرض على الأشعة، بتبين البؤرة. ممكن أيضا الاختبار الجلدي الشهير BBD ممكن يعطيني بوزيتيف، لكن في حال حدوث أي نقص مناعة لدى الشخص المصاب، هي البؤر تتنشط من جديد وبتقدر تكسر البؤر المتكلسة وبيحصل إعادة تنشيط للمرض. فهون بيصير في عندي ما يدعى بالسل الثانوي، بنشوفه غالبا مع مرضى السرطان أو مرضى الإيدز أو مرضى عندهم مناعة منهكة لأي سبب من الأسباب. نسبة الوفيات المرض تقارب 10%، من الممكن المرض أنه ينتقل لأعضاء أخرى مثل ما حكينا. طبعا بالنسبه للدياجنوزز، بالنسبه للتشخيص، حنشوف انه طبعا الاعراض في بدايه المرض ما بتكون واضحه، لكن ممكن تحدث بعض الاعراض مع تقدم المرض يلي بتتشابه مع الانفكشن ديزيزز مثل السعال. وهون بنميز السعال بيكون دموي، بيكون معه بلغم، ممكن مع تقدم الحاله يصبح قيحي، نشوف بس داخل الافرازات اللي تنتج عن السعال. ايضا ممكن يحدث الام صدريه، ممكن يحدث قصر في التنفس، نقص شهيه، فقدان وزن، ممكن تحصل حمى لكن تكون مايلد فيفر، وممكن نشوف التعرق الليلي، ممكن نشوف التعب انهاك عند المريض، ممكن حتى نشوف الارتعاش. بالنسبه للتشخيص المخبري، طبعا نحن عندنا اختبار السلين المانتوكس، هو الاختبار الاكثر فائده وموثوقيه، حساسيته تقارب 95%، ممكن الحقيقه من خلاله تشخيص المرض في حال كانت الاصابه عدى عليها تقريبا شهر ونص الى شهرين. اختبار البي بي دي الجلدي قراءته بتكون بعد حوالي يومين الى 3 ايام،
أي بقعة تقل عن 5 مليمتر تعتبر نيجاتيف، وأي بقعة أكثر تكون تعني أن الاختبار إيجابي. طبعا الاختبار البي بي دي ممكن يثبت لي وجود مرض، لكن ما بيعطيني فكرة إذا كان المرض أكتيف أو كامل. أيضا هناك فحص أخرى مثل فحص البلغم، ممكن خلاله أنه نشوف عصيات كوخ مجهريا. طبعا هي عبارة عن جرام بوزيتيف بكتيريا، بس بيستغرق وقت طبعا لحتى نقدر نعمل فحص البطاقة، لحتى نتيح وقت لنمو العصيات بشكل نقدر نشوفه مجهريا. هناك أيضا تقنية حديثة هي سريعة التشخيص اللي هي البي سي آر، وأعتقد جميعنا صار يعرفها خصوصا بعد وباء كورونا. ممكن أيضا الصورة الشعاعية الصدرية مثل ما قلنا أنه تعطيني فكرة عن الإصابة بالمرض وليس عن نشاطه أو كموله. بالنسبة لتصنيف المرض حنميز 6 تصنيف. تصنيف 0 يعني أنه ما في عندي أي تاريخ مرضي للتعرض للسل، ما في عندي أي انفكشن، اختبار السلين سلبي، المريض لم أصلا يشك بتعرضه للسل أو للعدوى. تصنيف 1 هون عم نحكي عن مريض عنده تاريخ مرضي يتعرض أو كان في حوله مرضى سل، لا يزال اختبار السلين عنده سلبي. التصنيف الثاني هون عم نحكي عن تفاعل إيجابي بالاختبار السلين، لكن المريض ما عنده أي أعراض سلولية ولا حتى شعاعية. التصنيف الثالث اللي هو الكلينيكالي أكتيف، هون عم نحكي عن سل فعال سريريا، الدلائل المخبرية والسريرية والشعاعية كلها بوزيتيف. أما التصنيف الرابع فهو النت كلينيكالي أكتيف، هون عم نحكي مريض كان حوله ناس مصابين بالسل واختبار السلين إيجابي، الصورة الشعاعية تثبت وجود بؤرة لكن ليس هناك أي أعراض سريرية. آخر شيء التصنيف الأخير هو الشك بوجود مرض السل، بمعنى أنه المريض تعرض لمرضى أو عاشر مرضى عندهم سل، ما في عندنا أي دلائل سريرية، لكن نحن بانتظار الاختبارات اللي ممكن أحياناً تأخذ 2 إلى 3 أشهر. بالنسبة للمعالجة، طبعاً معالجة مرضى السل هي معالجة ناجحة لكن تتطلب مراقبة ومتابعة، وخصوصاً مع حدوث بعض المقاومة الجرثومية تجاه المضادات الحيوية خصوصاً الريفامبيسين. كنت حكيت عن هذا الأمر سابقاً انه الاستخدام العشوائي للانتيبيوتيك للاسف عم يخسرنا بعض الانتيبيوتيك اللي ممكن تكون ذات قيمه لبعض المرضى اللي ما عندهم بدائل. فمن هون ضروري انه نحن نكتب الانتيبيوتيك المناسب اللي بيخص الانفكشن. بالنسبه لنا كاطباء اسنان الجرام بوزيتيف بشكل اساسي، ممكن في بعض الاحيان نحتاج كمان الانيروبكس، ونختاره بشكل سيلكتيف وناخده بالوقت الكافي 5 إلى 7 أيام. والمشكلة الحقيقية مع مرضى السل الحقيقة هي أن العصية السلية نفسها عصية كوخ من أقوى العضيات الممرضة على وجه الأرض، لذلك هي مقاومة للكثير من المضادات الحيوية. عادة نحن بالنسبة لمرضى السل حنشوف عندنا أما مرضى ما عندهم مقاومة جرثومية تجاه الأدوية، بنعطيهم المعالجة الثلاثية الأيزونيازيد والريفامبيسين والباريزينيامين لمدة 2 شهر، وبعد هيك بكمل بس بالأيزونيازيد والريفامبيسين لمدة 4 أشهر، يعني لغاية 6 أشهر تقريبا. المرضى اللي عندهم مقاومة بنعطيهم معالجة رباعية منضيف للأدوية السابقة الستربتومايسين أو تيرايتامبوتول لمدة 2 شهر. طبعا بنعيد فحص المقاومة نشوف الحقيقة مقاومة لأي دواء بالضبط، بعد ما تظهر النتيجة ممكن نحن نحيد هذا الدواء وناخد باقي الأدوية لمدة 6 أو 12 شهر. الهدف من المعالجة الرباعية هون هو أنه نحن نحاصر العصية وبعد هيك نحيد الأدوية اللي فيها المقاومة، بعد ما نكون نحن يعني ما استهلكنا وقت في انتظار النتائج، لأنه المعالجة المبكرة مهمة لدى مرضى السل. طبعا هون بيظهر سؤال أنه لو كان نحن المقاومة أو اختبارات المقاومة أعطتني إيجابية لأكثر من دواء، هون ممكن نحن نعطي المريض 7 مضادات حيوية مختلفة، يعني نعطيه لحد 7 زمر مختلفة ولمدة 2 سنين. الأدوية اللي عادة تضاف هي الأمينوغليكوزيد والسيبرفلوكساسين والريفامينتين وغيرها. بالنسبة للتدبير السني لمرضى السل، وهون أنا في البداية بدي أحكي شغلة مهمة جدا، أنه مرض السل ممكن الحقيقة يكون خفي الأعراض، لذلك نحن ضروري أنه نعمل الاستجواب اللي حكينا عنه، خصوصا لو بنلاحظ أعراض عند المريض مثل نقص الوزن، مثل السعال المزمن والعطاس وغيرها. هذا الحقيقة مهم لحماية الطبيب أولا، لأنه انتقال مرض السل وارد لطبيب الأسنان وإن كان يعتبر مجموعة منخفضة الخطورة للعدوى، ولكن أيضا هو مهم لحتى سيطرة على الانفكشن داخل العيادة ونمنع العدوى بين المرضى وضمن الستاف الطبي. هون بدي أشير إلى أنه للأسف كثير من أطباء الأسنان ممكن يكون الفحص السلين الجلدي بوزيتيف وهم ما بيعرفوا، لذلك هناك بعض التوصيات بأنه ضرورة عمل فحص سلين جلدي لأطباء الأسنان مرة كل سنة.
بالنسبة للاعتبارات خلينا نحكي عن عدة أشياء. أول شيء بالنسبة للمرضى اللي عندهم سل نشط active tuberculosis، أول شغلة طبعا الحالات النشطة، المريض اللي عنده سل نشط لا يجب نهائيا علاجه في العيادات الخارجية، لازم التواصل مع طبيبه المختص، نقيم الحالة بشكل أكبر، وفي حال الحاجة لمعالجته لابد من المعالجة في المشفى تحت أعلى درجات العزل والتعقيم والحماية للطبيب. بدنا ننتبه أنه حتى ضمن هاي الظروف متطرفة في الحذر لا يجب الحقيقة أن نقوم إلا بالإجراءات الطارئة لدى هؤلاء المرضى. وإذا كان الحجز مطاطي ممكن مثار جدل استخدامه عند المرضى بشكل عام، نحن دائما بنحبذ استخدامه بكل الحالات، إنما عن مرضى السل بيصير واجب وليس خيار على الإطلاق. ممكن الحقيقة بعد ما الحالة قل نشاطها ممكن عندها أنه إذا كان الطبيب المريض المختص قرر أنه المريض لم يعد مصدر العدوى ممكن وقتها أنه نعالجون بعياداتنا بشكل طبيعي. تحسن حالة المريض بالأكتف فيس هو بيتطلب تقريبا أسبوعين لثلاثة أسابيع انتظار، وبنعمل فحص القشع لازم يكون سلبي لحتى نقرر أنه ممكن نحن نقدر نعالجه في العيادة. طبعا بدنا نستثني من هاي التوصيات مرضى السل الأطفال اللي أعمارهم أقل من 6 سنوات. ليش؟ لأنه هدول المرضى بنقدر نعالجهم بالعيادات وما نستنى التجاوز المرحلة النشطة من المرض، بسبب الحقيقة أنه العصيات السلية نادرا ما تتواجد في بلغم الأطفال، وهذا شيء مثبت. وإن كان بشكل عام من المفضل لدى الجميع عمل فحص للبلغم قبل ما نروح بالاتجاه أنه نحن نعالج المريض في العيادة. في حال كان المرضى عندهم تاريخ إصابة بمرض السل، هم حاليا ما عندهم سل نشط لكن ذكروا لنا أنه أصيبوا بالسل سابقا، هدول المرضى طالما هم خاليين من الأعراض ممكن نعالجهم بالعيادة، طبعا بحذر مبالغ من ناحية الاعتبارات الوقاية اللي بنعرفها كلنا. طبعا لابد من التواصل مع الطبيب المختص لتقييم الحالة أيضا والتأكد فيما لو كان المريض فعلا غير معدي، و إذا كانت فترة معالجته السابقة كانت كافية، وأنه هو متابع البرنامج العلاجي مع الطبيب. بشكل عام أي فترة معالجة تقل عن 8 أشهر للمرض تتطلب مشاورة الطبيب المختص. يعني طبيب مريض سل إجا على العيادة وقال أنا أصبت بالسل من 5-6 أشهر والحمد لله شافيت، يعني نحن ما بنقدر نعتبر أنه هو آمن طالما لم يتجاوز 8 أشهر. هون لابد من مشاورة الطبيب المختص وهو بيقرر إذا هو المريض أكتف فبنروح للتوصيات اللي حكيناها بالأوبشن الأول، وإلا فنحن مثل ما قلنا بنقدر نعالجه ضمن محاذير اللي حكيناها. الطائفة الثالثة من المرضى هم المرضى اللي عندهم فحص سلين إيجابي بدون أعراض عن التصنيف رقم 4 في تصنيف مرضى السل اللي حكينا عنه. طبعا هؤلاء المرضى ممكن نعالجهم في العيادة بشكل اعتيادي، لكن بدنا ناخذ احتياطاتنا اللي حكيناها مع الزملاء السابقة أيضا، والحقيقة هي احتياطات يجب أخذها مع كل المرضى. بس بدنا ننتبه لأمرين، أنه المريض ما عنده أعراض سريرية وما عنده علامات شعاعية هون نحن بنقدر نعتبره مريض سل كامل، وأنه تناول أو يتناول المعالجة الوقائية بالإيزونيازيد، لأنه عادة المرضى هون حتى بعد الشفاء لازم يتابعوا برامج المعالجة الوقائية لفترة تقارب السنة والسنتين، فلازم نحن نكون تأكدنا أنه على الأقل المريض صار له 6 أشهر عم يتناول هاي الأدوية ومتابع وما عنده أي أعراض. بالنسبة للمرضى يلي عندهم أعراض وعلامات الإصابة بالسل، ما لهم متأكدين من وجود السل لكن عندهم أعراض وعلامات اللي بنعرفها، سعال جاف، مدمة، تعب، حمى، فقدان وزن، ألم صدري، هون طبيب الأسنان لازم يأجل المعالجة ويحوله للطبيب المختص. طبعا مجرد تشخيص المرض بنرجع نحن بنعامله معاملة المرضى الأكتف اللي حكينا عنها. بالنسبة للميديكال كونسيدريشن لمرضى السل، طبعا مرضى السل مثل ما هلا حكينا من خلال المرض بيتناولوا مجموعة من الأدوية، منها الأيزونيازيد اللي بيتناولوا لفترة طويلة، والأيزونيازيد الحقيقة بيؤدي لانسمام كبدي وارتفاع في الأمينو ترانسفيراز أنزيمات الكبد، وأحيانا بيحصل التهاب كبدي مسبب عن هذا الدواء، نسبته ضئيلة لكن لا يزال موجود خصوصا عند المرضى الكحوليين. فلذلك نحن هؤلاء المرضى لازم نتجنب نعطيهم الأدوية اللي تستقلب عن طريق الكبد، أشهرها بالنسبة لنا كأطباء أسنان هو الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، لأنه هيك نحن بنزود احتمالية حصول انسمام كبدي. في حال أنه نحن بنستخدم التركين لازم ننتبه أنه الأيزونيازيد بيزود بشكل كبير من تراكيز الفاليوم أو الديازيبام، فنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ونقلل الجرعة. بالنسبة للريفامبيسين أيضا هو من الأدوية اللي تشارك في المعالجة الثلاثية عن مرضى السل، بدنا ننتبه أنه هو بيقلل من مستوى بعض الأدوية مثل الكلاريتوميسين مثل الديازيبام، ممكن يؤدي لانخفاض في مناعة المريض بسبب أنه هو بيؤدي لنقص في الكريات البيض، وأيضا بدنا في حال احتجنا للجراحة يفضل عند هؤلاء المرضى نعمل سي بي سي لحتى نشوف عدد الصفيحات، أنه ممكن يحصل نقص في عدد الصفيحات عندهم
وهذا بيؤدي طبعا لأنه يحصل عندي نزيف متزايد متطاول، وأيضا بالنسبة للكريات البيض نقصها ممكن يؤدي لأنه يحصل تأخر في الشفاء، وأيضا يحصل حدوث انفكشن على أرضية أي جراحة نعملها. ونفس ما تكلمنا من ناحية التأثيرات على الكبد للإذن يزيد، ممكن الريفامبيسين الحقيقة يفاقم من هذا الأمر. ايضا المرضى هدول مثل ما شفنا، خصوصا اللي بيكون عندهم مقاومه تجاه المعالجه الثلاثيه الاعتياديه، بنشوف انه هن عم ياخذوا الكينولونات المفلوره مثل السيبروفلوكساسين، الدواء الاشهر اللي هم عاده يعني هو الدواء الفيرست تشويس بالنسبه لاخصائي اليو تي اي، لكن نحن بالنسبه لنا كمرضى سل بدنا ننتبه انه هذا يعتبر خط ثاني كادويه مضاده للسل، فبدنا ننتبه هذا الدواء ما ينعطى معه نهائيا للانسييدز او مضادات الالتهاب غير الستيرويديه، لانه ممكن تؤدي لتاثيرات جانبيه على الجهاز العصبي المركزي. ايضا بالنسبه للستربتومايسين، المرضى اللي بتناولوه لازم نتجنب انه يكون عم ياخذوا الاسبرين، ونتجنب انه نعطيهم الاميكاسين. بالنسبه لاعتبارات التخدير، لازم ننتبه انه المرضى هدول ما لازم نعطيهم اكثر من امبولتين للليدوكاين مع الادرينالين. بشكل عام امن عند هؤلاء المرضى نستخدم البنسلين او الكلاندمايسين، لكن ايضا بسبب الاستقلاب عن طريق الكبد بدنا نحاول نخفض الجرعه لاقل جرعه بنشوف انه هي ممكن تكون كافيه بالنسبه لنا. بالنسبه للاورال مانيفستيشن، حنشوف انه هؤلاء المرضى اهم شغله نحن اعتقد جميعنا بنعرفها هي قرحه السل، القرحه السليه بنشوفها غالبا عند في عمر 30 عند الذكور، ممكن نشوفها ايضا عند الاطفال. طبعا تتظاهر القرحه السليه بشكل مميز، بتكون عميقه مؤلمه، حوافها مشرشره على غير الشكل الشائع اللي بنعرفه مع الافترس ألسر وغيرها، بنشاف بشكل اساسي على اللسان، ممكن نشوفه على قبة الحنك، ممكن نشوفه على اللثة، ممكن نشوفه على الشفتين طبعا بشكل اقل. ممكن ايضا يحصل تضخم في العقد اللمفية، خصوصا فيما لو حصل الانتقال للفكين، ممكن ايضا نشوف استومالايتس عند هؤلاء المرضى. هاي الامور كلها بدنا نحاول نربطها مع القصة السريرية لحتى نكون منتبهين متيقظين التشخيص وطريقة التعامل في العيادة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. في المحاضرة القادمة رح أبدأ إن شاء الله الحديث عن الأمراض الهضمية واعتباراتها اللي بتخصنا نحن كأطباء أسنان. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.